يسعدنا أن نعلن عن استضافة مركز إكسبو الشارقة وبدعم منتجات وصناعة الشارقة صالون الإمارات للطهاه في دورته الأولى في الشارقة والدورة الثانية والعشرين التي يقام في دولة الإمارات. طبعا هذا المعرض سيحظى بمشاركة أكثر من 2000 من كبار الطهاه من مختلف دول العالم، وهناك 20 مقيما ومحكما للمسابقات التي ستقام. لا يقتصر المعرض على جانب المسابقات الطهاه، بل هناك معرض للشركات المتخصصة في معدات المطابخ وأيضا الموزعين وجميع الأطراف ذات العلاقة بالطهي. طبعا قطاع السياحة وقطاع الضيافة في الشارقة بات يعني يشكل أحد المصادر الرافدة للاقتصاد الوطني، لذا نحن في غرفة تجارة وصناعة الشارقة ندعم هذا المعرض ونعمل بكل جهد على تسخير كافة الإمكانيات والتسهيلات لإنجاحه ليأخذ مكانا في خارطة المعارض صناعة المعارض التي تقام في إمارة الشارقة. نأمل من الجمهور التواجد في مركز إكسبو من خلال 4 إلى 6 مارس للتعرف على هذا المعرض والتذوق جميع الأكلات من المطابخ العالمية. فمرحبا بكم في معرض طهاة الإمارات.